آلاف الريالات تنصرف في ربشة عروسات ما تخلص، وكل واحد يتنافس مع الثاني من يخسر أكثر ومن يتباهى أكثر في أشياء دخيلة علينا. وفي الأخير يمكن يكون ورا كل هالمظاهر سلفيات وديون الله يستر بعدها. رأيك عن اللي قاعد يصير الحين يعني من الإسراف والتبذير في الأعراس، إيش رأيك في هذه العادات الدخيلة على الأعراس في المجتمع العماني؟ والله الحين في هاي الفترة البذخ والتبذير بصراحة بشكل كبير، يعني احنا سابقا قليل اللي الناس يسووا فصالات أعراسهم، الحين لا، لازم صالة وبوفيه وورد طبيعي وأشياء كثيرة يعني، وبعد فوق هذا اللي يحضر لازم تقدم له هدية من غير بطاقات الدعوة، فصراحة بذخ كثير يعني. الحين صار صح في يعني إسراف كبير صاير، أن العرس تطلب أشياء كثيرة تخلي الرجال ما يقدر أصلا يسويها، وأحيانا تكلف على نفسها أكثر من اللازم. الحين العروسة إذا ما سوت كذا يقول خلاص هذه بخيلة، فهي مجبورة أنها تسوي هالشيء. بعض الناس يعني أقول البعض وليس الكل إنه يتنافسوا على دفع في أكبر قاعة، وهذا نوع من الإسراف، بالإضافة إلى عمل الآن الشوكولاتة والمياه يعملوا لها استيكرات وأشياء خاصة، هذه كلها مجرد شكليات يعني، فالناس تطلب يعني البركة والخير في الزواج وليس الإسراف. أحس أنه أخوات العروسة ولا أخوات المعرس راح يكلفوا أكثر من العروسة والمعرس. هل بتوافق البنت أنها تأخذ فستان بمئة أو بمئة وخمسين في الفترة الحالية؟ أبداً عادياً، لا تريد الشيء اللي يكون واجد أوفر، لأن هي عروس، وثاني شيء حتى ما تريده بس أوفر في الشكلين يعني أوفر في القيمة. هي أقولش في وقت الحال لا، بس المفروض هي لو تفكر أو تراعي مشاعر زوجها أو حالتها المادية مفروض ترضى. أتوقع أن التكاليف الزايدة والتبذير اللي صاير في الفترة الأخيرة سبب في تأخر الشباب عن الزواج. أكيد هذا سبب، وأنا اللي شايف إنه يعني من يعني الأشخاص المقربين عندي. أغلب الناس حصل من الزوج وعمرهم فوق 30، يعني طول الفترة هذه هو جالس يحاول يوفر يحوش يعني عاد الزوج هو شيء بعد خلاص ما أظن هو يأثر بشكل كبير يعني، بس الشباب ماشي نفسه عادي، الأمور عنده طيبة. هل هذا ينعكس على الاقتصاد الأسرة في ما بعد الزواج؟ والله الشخص اللي غير قادر او ما متيسر على اساس هذه الامور اكيد راح ينعكس عليه، يعني معقول انت راح تاخذ لك قرض 10,000 15,000 اساس تروح تصرفه في ليله واحده؟ احيانا يكون الزوج هذا كل سلف من البنك، فتكون عاد الحياه صعبه، بتكون ما اقدر اطلعش ما اقدر كذا، والسبب انه العرس. مع ازمتنا الاقتصاديه اللي ما نعرف متى تخلص، وإسرافنا في الأعراس اللي تعودنا عليه وصار طبع، ومعرفتنا إن هالشي غلط واستمرارنا فيه وتنافسنا عليه، لوين بس بنوصل؟